من أسئلة الكتاب شابتر 4 بروبلم 12. A 14 kilogram bucket is lowered vertically by a rope in which there is 163 newtons of tension at a given instant. What is the acceleration of the bucket? Is it up or down? يبقى عندنا دلو والباكت وفي تنشن ماسك الدلو سواء هو نازل او صاعد وفي ام جي. نحسب الام جي نشوفه اكبر من التي ولا اقل من التي. هيساوي 14 تايمز 9.8 يعني يساوي 14 تايمز 9.8 137.2 نيوتن. التي ايكوالز 163 اكبر من الام جي. مبدئيا نجاوب على السؤال او الجزء الثاني. اذا acceleration is upward يبقى بيتحرك بأكسلريشن لأعلى. عايز قيمتها يبقى أقول سيجما الفورس equals ام ال ايه والفوق موجب التنشن ماينس الام جي equals الام ايه. التنشن 163 الام جي حسبناها 137.2 الماس ب 14 نقدر نجيب الاي. اذا الاي ايكوالز 163 ماينس الام جي تقسيم ال 14 اداني 1.84 متر بير سكند سكوير. طبعا قلنا ان هي ابورت.